وهسه راح نحكي عن اخر بارت بالتشابتر 11 السكشن السادس اللي هو ايش راح يكون عندي. اخذنا اول واحد انه يجيب لي اياه مباشر، الثاني مال نهايه ناقص مال النهايه، اخر اشي هسه راح يكون عندي اقتران قوه اقتران. هذا الشكل وين مر علينا؟ اخذناه بشي لما كنا نحسب المونتسيتي للاقترانات الهاي، كيف كنا نعاملها؟ نحسب ناخذ اللين للطرفين صح؟ ناخذ اللين للطرفين وننزل هاي ونحلها، تمام؟ لما كنا بديريفيتيف تست، تمام. لما نيجي نعوضها يا اما راح يطلع معي صفر قوة صفر او صفر قوة لا ما لا نهاية قوة صفر او واحد قوة ما لا نهاية، تمام؟ هذول يعني لما تيجي تعوضهم. بدي شغلة ما بدي اياك تنساها، لما نيجي نحسب الليمت عند المالا نهاية النظرية اللي اخذناها، لما كانت الليمت لما اكس حتقول للمالا نهاية واحد زائد اي على اكس، بدل اكس كانت هناك ان ايش قوة اكس، كنا نحكي وتساوي اي قوة اي قوة واحد مع معامل هاي، واذا كان عندي هذيك الاشياء منعدل عليها. خلينا نشوف اول مثال. لما حكينا ابسط مثال ليميت لما اكس حتقول للصفر اكس قوة واحد على اكس، عوضها صفر قوة ايش ما لا نهاية، عوضها شو راح تصير؟ زي ما حكينا ناخذ اللين للطرفين، نفرض انها هاي واي، تمام؟ نحكي انها هاي واي بتساوي اكس قوة واحد على اكس، ناخذ الطرفين، ناخذ الطرفين او يعني ناخذ اللين للطرفين، لان الواي بتساوي لين الاكس، نزل هاي لين قوة واحد على اكس، تمام؟ بحسب الليميتس لايش؟ للين للين الواي، لين الليميتس لما اكس حتقول للصفر، لين الواي اللي هي وتساوي الليميت لما اكس حتقول للصفر لن الاكس على اكس، عوضها صفر على ايش؟ صفر، محتاجة لايش؟ للمعالجة، كنا ايش؟ على لوبيتال بشتقها، واحد على اكس على واحد، ليميت لما اكس حتقول للصفر وتساوي واحد على صفر وتساوي ما لا نهاية. هاي ايش انا حسبت؟ حسبت لن الواي ايش بتساوي؟ ما لا نهاية، صحيح؟ انا ايش بدي؟ برجع لهون، انا بحكي انا بدي احسبها لواي، فشو بروح بعمل؟ باخذ الاكسبوننشال للطرفين، فاي قوة واي، فالجواب راح يكون وتساوي اي قوة ما لا نهاية وتساوي ما لا نهاية. هاي شكل. طيب يعني هاي السؤال. خلينا نشوف سؤال ثاني. لو كان عندي ليميت لما اكس حتقول ل ما لا نهاية اكس تكعيب زائد واحد على واحد في لين الاكس، شو بروح بعمل؟ مباشرة تعويض مباشر، او انه ايش؟ بروح بفرض ما لا نهاية. اوكي، بروح بفرض بحكي واي بتساوي اكس تكعيب زائد واحد لكل واحد لين الاكس، شو هسه بروح بعمل؟ باخذ اللين للطرفين، لان الواي بتساوي لين الاكس تكعيب زائد واحد على لين الاكس، نزلتها. هسه مش تروح تحكي لي هي عباره عن لين البشتق بشتقها مقام بحولها مطابقه، لا، لازم تكون لين الثنتين لجوا، لا تخربط فيها، هاي للمقام لحال والهاي. فباجي هسه بحسب الليمت لما اكس حتقول للما لا نهايه، شو بتساوي؟ مشتقة البسط لحال ومشتقة المقام لحال، ثلاثة اكس تربيع على اكس تكعيب زائد واحد على ايش؟ على واحد على اكس، ليميت لما اكس حتقول للما لا نهاية. برتب هاي المعادلة بحيث انها ايش تصير؟ ثلاثة اكس تكعيب على اكس تكعيب زائد واحد، لما احسب الليميت لما اكس حتقول للما لا نهاية، تمام؟ باخذ مين الاس الاكبر وتساوي ثلاث، صحيح؟ ثلاثة اكس تكعيب على اكس تكعيب باخذ الثلاث، تمام؟ لحد هون. بس انا ايش بدي؟ انا هاي لين الواي كانت بتساوي لما حسبت الليمت،
لما اكس حتقول المال النهائي كانت بتساوي 3، انا بدي لواي لحالها باخذ الاكسبوننشال للطرفين بحكي اي قوه 3 وباخذ الاكسبوننشال اي قوه 3. هيك بكون خلصت هاي. خلينا نشوف اخر شغله على هذا الفكره. لما اكس حتقول للمال النهائي للصفر ساين الاكس الكل قوه اكس، شو بروح بعمل مباشره بحكي انه واي بتساوي ساين الاكس قوه اكس، باخذ اللين للطرفين فبتصير لين ساين الاكس على ايش على اكس، بروح بشتقها بحسب الليمت بحكي الليمت لها ليمت لما اكس حتقول لمين للصفر لين ساين للاكس على اكس، بروح بشتقها ايش مشتقتها ساين كوساين على ساين على ايش على واحد، ايش هاي كوتان عوض الصفر كوساين صفر واحد على صفر واحد على صفر وتساوي ايش ما لا نهاية. انا لمين بحسبها مش للن الواي، انا بروح باخذ الاكسبوننشال اي قوة ما لا نهاية وتساوي ما لا نهاية. لا تلخبط بهذا الاشي، اعرف انه لما تكون ما لا نهاية هيك راح تكون وهذا الاشي. وهيك بيكون خلص السكشن كامل. يعطيكم العافية.